مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل يمكن لملك عظيم أن يصير صديق شخصي لواحد من عامة الشعب؟ هذا ما سنتابعه في هذه القصة. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي غلوتي علي. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي غلوتي علي. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. قصتنا النهاردة من القصص الغالية جدا على قلبي، مش بس علشان فكرتها جميلة وهي قصة حقيقية واقعية، لكن هذه القصة مرسلة إلينا من يوسف زكريا ستاورو، طبعا ابني. فأنا برحب بيوسف، هو أرسل لي القصة دي وقال لي يا بابا اعتبرني واحد من المشاهدين وأنا برسل لك قصة. وأنا طبعا فرحان بيك يا يوسف وربنا يباركك جدا. قصتنا النهاردة مرسلة من المشاهد يوسف زكريا ستاورو بعنوان لا تسحب صداقتك عني. والقصة بتحكي عن شاه أبيس، أي الشاه عباس الأول ملك إيران. شاه أبيس أو الشاه عباس الأول ملك إيران العظيم، ولد في 27 يناير سنة 1571، ورحل عن دنيانا يوم 29 يناير سنة 1629. كان حاكم على إيران سنة 1981 ابتدى يكون ملك، وبسط مملكته سلطته على كل المملكة الإيرانية وعلى وضم كثير من الثروات ومن البلاد المحيطة. يحكى عن هذا الرجل الشاه عباس الأول أو شاه أبيس زي ما بيترجم، أنه كان عنده دايما يعني سميها هواية مفضلة، أنه يجي بالليل ومن الباب الخلفي للقصر يلبس ملابس إنسان بسيط عادي من الشعب، وينزل إلى ما بين الرعية ما بين الناس العاديين، ويقعد معاهم ويسمع منهم وكأنه واحد من الشعب. وبكده كان يعرف كل حاجة من غير يعني أكتر مما يعرف عن طريق المخابرات وغيره، بيسمع بنفسه. في يوم من الأيام هو ماشي راح لقي صياد سمك، راجل فقير جدا، مس عليه لقي الصياد بيشوي شوية سمك والريحة طالعة. وانت فاهم طبعا حبيب عزيز المشاهد أخت المشاهدة ريحة السمك المشوي وحلاوته. فالملك قال له ازيك، سلموا على بعض. والراجل الصياد قال له تاكل معايا، والملك أكل معاه. اتكررت هذه القصة مرة واثنين وثلاثة وخمسة، لدرجة ان الصياد بقى ينتظر الملك يقعد معاه باعتباره شخص عادي، ويحكوا في أمور المملكة وأمور الحياة. بعد مرور فترة من الزمن الملك الشاه عباس الأول قال أنا لازم أقول للصياد عن نفسي إن أنا الملك وإن أنا الشاه الكبير، ربما يكون عنده احتياج معين أو عايز خدمة لعياله أو لأي حاجة، من الواجب كفاية كده إني أظهر له شخصيتي. وبعد ما أكلوا مع بعض وقضوا وقت جميل، الشاه عباس قال له عايز أعرفك بنفسي، أنا الشاه عباس الأول. ارتجف الصياد واتخض، قال له لا بالعكس، ده أنا سعيد بيك، أنت فخر المملكة أيها الصياد، وأنت إحنا أصدقاء. إيه بقى تطلب مني؟ أطلب حاجة، أي حاجة ليك، لعيالك، لزوجتك، لقرايبك. قال له معقولة جلالة الملك طول السنين دي يتضع ويقعد معايا ونحكي ونضحك زي بعض؟ دي صداقة عجيبة جدا، ايه التواضع دي يا جلالة الملك؟ انا مش عايز حاجة الا حاجة واحدة. قال له اتفضل. قال له ارجو الا تسحب صداقتك مني، خلينا اصدقاء زي كده بدون حواجز، انا مش عايز حاجة، انا عايزك انت. هذه هي قصة لا تسحب صداقتك عني، المرسلة لنا من المشاهد الجميل اللذيذ
يوسف زكريا استاورو. سأستكملها معك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الجميلة. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة، أو هتحرك القناة كده أو كده. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يقول لي ابن الحبيب. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يهمس لي ابن الحبيب. قلبا نقيا طاهرا أسألك ربي أن تعطني، واغمرني روحا فائضا بمجدك يشغلني. قلبا نقيا طاهرا أسألك ربي أن تعطني، واغمرني روحا فائضا بمجدك يشغلني. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك أحبك ابن الحبيب. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يقول لي ابن الحبيب. بالشوك سيج لرحلتي كي لا أحيد عن دربك، فأنت قابض قرعتي عزي وفخري هما بك. بالشوك سيج لرحلتي كي لا أحيد عن دربك، فأنت قابض قرعتي عزي وفخري هما بك. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يقول لي ابن الحبيب. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يهمس لي ابن الحبيب. علمني ربي أحبك مثل ما أحببتني، واحفظني دوما بقربك وشخصك يشبعني. علمني ربي أحبك مثل ما أحببتني، واحفظني دوما بقربك وشخصك يشبعني. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يقول لي ابن الحبيب. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يهمس لي ابن الحبيب. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب، واليوم أسمع صوتك يهمس لي ابن الحبيب. هكذا استمتعنا بهذه الترنيمة في حلقتنا في هذا اليوم التي هي بعنوان لا تسحب صداقتك عني، قصة شاه إيران عباس الأول اللي كان ينزل بين الناس العاديين ويأكل معاهم ويشرب معاهم، وصارت صداقة شديدة بينه وبين أحد صيادي السمك، وكانوا بيأكلوا مع بعض. بعد فترة أعلن الشاه عن نفسه للصياد، والصياد اتخض
ولكن الملك قال له ما تخافش أنا أطلب اللي أنت عايزه وأنا أدهولك. فالصياد قال له بجد يا جلالة الملك أنا مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت، أنا عايز نبقى أصحاب لأنه أنا حبيتك ومش عايز حاجة منك، أنا عايزك لا تسحب صداقتك عني. هذه القصة الجميلة المهداة للبرنامج من الابن يوسف زكريا ستاورو اللي بنرحب بيه جدا في هذه الحلقة. وفي القصة دي في معاني كبيرة جدا، لكن هقف عند ثلاث نقاط مهمة للغاية. النقطة الأولى، أكيد خطر على بالك الكلام عن التنازل العجيب، إن ملك يلبس لبس فلاح ويعيش بين الرعية العادية. هتقول لي عادية؟ لا مش عادية. يمكن دلوقتي في عصر الجمهوريات الديمقراطية أحيانا نشوف الرؤساء ينزلوا بين الناس وإن كانوا طبعا في حراسة شديدة، لكن ملوك زمان غير دلوقتي. ملوك دول كانوا حاجة تاني. مثلا الفراعنة كانوا بيعتبروا نفسهم آلهة، الناس كانت تعبدهم. فملك ينزل بين الشعب، ده تنازل عجيب. ثم النقطة التانية عايز أشاركك فيها عن صداقة الحبيب. بقوا حبايب مع بعض، الملك بقي صديق الراجل صياد السمك، صداقة الحبيب. ثم الكلمة الثالثة والأخيرة عايز يعني أقف عندها، هو الضيف القريب. الصياد أضاف الملك عباس الأول مرات عديدة وأكله، وما كان يدري أنه هذا هو الملك. وربما تستضيف ناس تظنهم أنهم بسطة ويكونوا عظماء للغاية. عايز أقف عند كل محطة في عجالة. طبعا المحطة الأولى عن التنازل العجيب 100%، يعني ما فيش حد اتنازل مثل أو حتى قريب من تنازل المسيح. يعني مش محاولة لأن بنوعظ ولا كلام من ده. اسمع ماذا يقول الكتاب في رسالة فيليبي صح 2، إذ كان في صورة الله ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. المسيح يسوع الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، يعني ليس اختلاسا منه أن يكون معادلا لله، لأن احنا عارفين أنه هو الله ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. تيموثاوس الأولى 3:16، وكان الكلمة الله يوحنا 1، وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره عبرين 1. يعني إيه الفرق ما بين بهاء مجده ورسم جوهره؟ بهاء مجده يعني هو نور الله، لكن رسم جوهره يعني هو الله ذاته. إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان نزل كمان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. تنازل غير عادي. حتى أنا عارف ناس كتير التجسد ما يرضوش يقبلوه، يقول لك واللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يجي علشان ده الطريقة الوحيدة اللي نقدر بيها نشوف الله. زمان موسى كان نفسه يشوف ربنا وقال له أحطك في نقرة من صخر، مجرد نور من ربنا ظهر وش موسى كان يلمع. أيوة. الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب أي ربنا يسوع المسيح هو خبر تنازل عجيب. جه أولا علشان نشوفه، نشوف الله في صفاته، يحكينا مين ربنا ويقول لنا إن الله محبة، ويقول لنا هكذا أحب الله العالم، ويقول لنا الكلام اللي بيسخروا منه بعض الناس الأشرار إلى هذا اليوم، يقول لنا التعاليم السامية أحبوا أعدائكم. سمعت ناس بيقولوا المسيح بيقول أحب أعدائكم، ده ضعف، وهم لا يدرون إن هذه العظمة كلها. من يحب هو الأقوى. أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يقول لنا المسيح في الموعظة على الجبل، سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يعني مش بس مزنيش بالفعل، مزنيش بالنظر. تنازل، لكن مش كده بس، ما كانش ممكن يموت دون أن يتجسد، لأن الله روح والروح ما يموتش. هتقول لي طب المسيح مات على الصليب. أيوة مات كإنسان،
لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. الجسد الناسوت مات، لكن اللاهوت كان يملأ كل مكان، حتى والجسد في القبر كان هو الله العظيم مالي كل مكان، وما كانش في طريقة للفداء إلا بالتجسد والتنازل العجيب. عزيزي المشاهد، هل صدقت أن المسيح جه مخصوص؟ ده الخبر السار، خبر جميل أن المسيح جه مخصوص من السماء. ناس كتير تقول لك يا عم ربنا فوق واحنا تحت. لا، ربنا اللي فوق نزل لنا تحت. عارف ليه؟ علشان يرفعنا كمان معاه فوق. في أفس 2 مكتوب أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح. التنازل العجيب، هذا الملك اللي تنازل زي البشر، رمز باهت طبعا، لأنه نفس عباس الأول ده لما قريت تاريخه لقيت أنه هو قتل أبوه، تمرد على أبوه ومسك الحكم، يعني رمز باهت. لكن يسوع المسيح الحلو اللي جه لكي يمجد الله الآب، وكان بيعمل مشيئة، أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. لكن النقطة الثانية، صداقة الحبيب. هل إحنا بينك وبين ربنا صداقة؟ ربما أرى ابتسامة على وجهك بتقول أنا أصادق ربنا. أيوة، تخيلي ربنا طالب صداقتك، طالب أن يكون صديقك وصديقك وصديقي. اسمع هذه الآية الشهيرة في أمثال 18، المكثر الأصحاب بيصاحب ناس كتير ومعاشرة رديئة يخرب نفسه، لكن يوجد محب ألزق من الأخ. دعي إبراهيم خليل الله، سؤال هذه الحلقة، أذكر كم مرة وأين ذكر أكثر من مرة طبعا إن إبراهيم خليل الله؟ هل 5 مرات أم 7 مرات أم 3 مرات؟ اختار، يا 7 يا 5 يا 3، واكتب لي الشواهد وارسل لي، سأرسل لك هدية. ذكر عن إبراهيم إنه خليل الله، يعني صديق شخص لربنا. حتى ربنا لما كان هيحرق سدوم وعمورة قال إيه؟ هل أخفي عن إبراهيم ما أنا أصنع؟ ده صاحبي، أروح أكلمه. ونزل ربنا حكى معاه. يا سلام، في ترنيمة كانت بتقول يطيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، اسمع، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. هلما نتحاجج أصدقاء. لكني أختم هذه الحلقة بالنقطة الثالثة والمهمة جدا، وهو الضيف القريب. هذا الصياد اللي أكل المسيح، اللي أكل الملك اللي هو رمز المسيح سمك، ما كانش يعرف إنه ده هو الملك، لكن أكله. وعايز أقول لك في آية جميلة بتقول لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. يعني ممكن تضيف شخص بسيط ويكون ملاك أو خادم لربنا، أو يكون بتقدم خدمة للمسيح ذاته. على فكرة في وقت اسمه دينونة الأحياء في إنجيل متى وأصحاح 25، الرب يسوع بيجلس على كرسي ويجيب الجداء على اليسار والخراف عن اليمين، ويقول للخراف كنت جعانا فأطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني. قلوا احنا ما شفناكش، قل كل اللي فعلته بالناس البسطة دول بإخوات الأصاغر. ثم ينظر إلى الجداء، كنت عريانا فلم تكسوني، كنت مريضا فلم تزوروني، ما شفناكش، يقول كل ما فعلته بالناس. من المهم جدا أن نفعل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. يا ترى بتقدم خير للجميع؟ قبل ما أختم كلامي بفتكر العنوان بتاع هذه القصة، لا تسحب صداقتك عني، أنا حبيتك. أرجو منك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، قل للرب أنا يا رب نفسي أبقى صاحبك، أنا مشتاق أتعرف عليك يا رب. صلي معايا دلوقتي، قل له يا رب يا اللي تنزلت، صدقني وانت قدام الشاشة، سيب اللي في إيدك دقيقة يا رب، صلي معايا كده أو ورايا بس من قلبك. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت الله العظيم، أخذت صورة إنسان وجيت علشاني واتذبحت بدالي. يا رب أنا بسلمك حياتي، بصراحة أصدقاء العالم كلهم جرحوني، أنا بجيلك. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. إن ملك يلبس
لبس فلاح ويعيش بين الرعية العادية، يقول لك واللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يجي، جه أولا علشان نشوفه، نشوف الله في صفاته، يحكي لنا مين ربنا ويقول لنا إن الله محبة. تخيلي ربنا طالب صداقتك، طالب أن يكون صديقي وصديقك وصديقي. من المهم أن نفعل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. أعلنت لي عن حبك بموتك على الصليب.